مساء الخير لكل السادة المشاهدين أينما كنتم تشاهدون في برنامج هنا في حلقة خاصة عن ذكرى الثورة اليمنية. مساء الخير عزيزتي ماتيلدا. مساء الخير نيرفانا، مساء الخير أيضا لكل المهتمين بواقع اليمن، بالثورة ما بعد الثورة وبواقع المرأة اليمنية. في الواقع النهاردة الموضوع اللي هنناقشه حساس للغاية، يعني في قضية شغلت الرأي العام من فترة ولكنها تعود وتطرح بشكل جديد على الساحة في الذكرى الثانية للثورة اليمنية، قضية الشيخ حميد الأحمر. من هو ماتيلدا؟ هو قيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح. نعم. هو شيخ أدلى يعني أدلى بموقف لجريدة أمريكية يقول فيها أنه لم يكن دور المرأة اليمنية مشرفا في الثورة، فقد ذهبت إلى الساحات من أجل الرقص واللهو، وقد نفى هذا الكلام وقال لدي تسجيلات أيضا تنفي هذا الكلام، ولكن بعد شهر من هذا الكلام قامت مجموعة من السيدات والنساء الناشطات برفع دعوى أمام القضاء اليمني من أجل تحصيل حقوقهن. نعم، لهذه القضية وهذا الموضوع على فكرة هو سيناريو متكرر في كل دول الربيع العربي، تشويه صورة المرأة بشكل عام خاصة ممن شاركنا في الثورات على أرض الواقع. النهاردة هنستضيف مجموعة من ضيوفنا الأفاضل وضيفاتنا اللي هيقدروا ينقلوا لنا واقع الثورة اليمنية إلى أين انتهت والمرأة بالتحديد. قبل يعني هذه القضية نطرحها من باب السؤال وطرح السؤال، هل هذا الموقف للشيخ الأحمر هو نموذج معمم لإنكار دور المرأة في الثورة اليمنية، وكيف يمكن خلق مناخ جديد يعطي المرأة حقها في السنة الثانية ما بعد الثورة؟ ولكن قبل نيرفانا خلينا نشوف محاور حلقتنا لليلة. الثورة التي حدثت في اليمن هي ثورة النساء بجدارة، لولا مشاركة النساء لما كانت أن هناك ثورة. نريد المجتمع الدولي إذا كان حريص فعلا على المرأة وعلى الطفل أن يدعم نشر الوعي والثقافة. وإذا أشعر إلى أنه لن أستطيع أن أقوم بواجباتي ومسؤولياتي لتحقيق أهداف الثورة وللقيام بمسؤولياتي وواجباتي كوزارة حقوق الإنسان سأنسحب من الوزارة. أنت تعرفين أن أحد أسباب يعني غضب المواطنين هو تباطؤ مما يحدث في الحكومة، هذه الحكومة التي كنا نرفضها، هذه الحكومة التي وقفنا يوما جميعا جنبا إلى جنب في الساحة لأننا نرفض أدائها. الثورة ولكل العالم، الثورة هي ليست ثورة نساء أو رجال، هي ثورة شعب فعلا، هي ثورة إنسان، هي ثورة إنسان من أجل أن يستنهض الظلم ورفعه وبناء البلد واقتصاده والنهوض والخروج بالناس من الجهل والأمية. كان نعاني من شيء اسمه إعلام رسمي وحرب إعلامية ضارية ضد الشباب.